يوم 2011، والختام الذي يشهده هذا اليوم ختام أول أسبوع من أسابيع هذا التنافس. أيها الناس، انطلق شوط الكاس، انطلق هنا إذن الشوط الحساس، الشوط الذي يحمل التحديات في هذا المكان، تحفة ميادين السباقات، ميدان المرموم، في يوم التحديات ويوم انطلاق كأس المغفور له بإذن الله تعالى. الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم طيب الله ثراه لسن الإذاع، موسم التحدي، سن التحدي، انطلاق الشوط الكبير والشوط الأول. انتباه يا مشاهدين، انتباه يا مضمرين، انتباه يا متابعين، الكل هنا على موعد مع الإثارة، مع التحدي، مع المنافسة في هذا الشوط. 6 كيلومترات تحمل المزيد من الإثارة، من التحديات، أسماء هذا الشوط الكبيرة، انطلاقات هذا الشوط المثيرة، تحمل من الأسماء الكثير، تحمل من المعاني الكثير. الظبي لهجن الرئاسة، دلما لهجن الرئاسة، غناتي لهجن العاصفة، بلشة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وشاح لهجن العاصفة، ظبا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، هناك وهيلة لهجن العاصفة، وظبا أيضا لهجن الرئاسة، المش لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، التزام لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. 10 من الأسماء ما ذكرناها مشاهدينا متابعينا الكرام مع أول تحديات هذا اليوم. ونبدأ بالمسار، نبدأ بمسار الذهب، بمسار البداية، بمسار الانطلاق الذي يحمل المزيد من التحديات. غناتي غناتي غناتي، أحبك يا نظر عيني غناتي، وأحب الأرض اللي تركض عليها. هنا غناتي مع البداية، مع أول تحدي في هذا الشوط. غناتي وهجن العاصفة، تقدم غناتي في أول المراكز بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير مع الاسم الكبير. هناك على المركز الثاني الظبي في ثاني المراكز، ظبي الفلا رمز العطاء، تنطلق لهجن الرئاسة في ثاني المراكز بقيادة الشاطر السعيد بن شطيط الوهيبي. انتقل للمركز الثالث وثالث المراكز، المسج في المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. هناك سالم بن فاران المري الذهبي ينطلق مع المركز الثالث إلى رابع المراكز، وهنا على رابع المراكز ظبا على المركز الرابع، جملة من الظبا المميزة تنطلق في رابع المراكز لهجن الرئاسة. وسعيد بن شطيط الوهيبي شاطر المضمرين في انطلاقة ثانية في الخمس المراكز الأولى. دلما وصلت، دلما انطلقت، دلما مع هذه اللحظة لهجن الرئاسة، وسعيد بن شطيط الوهيبي أيضا ينضم مع انطلاقات الخمسة المراكز الأولى. الله الله الله، البداية، الانطلاقة، التنافس في هذا الشوط المثير، شوط التحدي الكبير، شوط المنافسة المثير. ما شاء الله، جملة من السبق، جملة من الانطلاقات، جملة من المنافسات تحملها انطلاقات هذا الشوط، الشوط المفتوح، شوط التحدي للإذاع، سن التحدي والتنافس في أول الانطلاقات. رحلات الذهب التي بدأت من هذا الصباح، رحلات الكؤوس حيث مطمع النفوس في تحديات الشوط
الذي يحمل الجديد. 3 كيلومترات من المسافة، وهنا البداية الأولى، هنا الانطلاقة الأولى، هنا التحدي الأول في هذا الانطلاق، في هذا المسار، في هذا اليوم المثير. غناتي وغناتي وغناتي، كم تغنى الكل بغناتي، كم تغنى الجميع بغناتي، شعراء، مطربين، مشاهدين، الكل تغنى بهذا الاسم العملاق، بهذه النوعية العملاقة، بهذا الشكل الجميل المميز. غناتي لهجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير في انطلاق غناتي على المركز الأول واندفاع المركز الأول. الله 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 الله، الإثارة بدأت، الإثارة بدأت، دلمة 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 على ثاني المراكز لهجن الرئاسة وسعيد بن شطيط الوهيبي. دلمة هذه الجزيرة العملاقة هنا بدولة الإمارات تأتي بأصالتها بقوتها بانطلاقها. دلمة على ثاني المراكز، المركز الثالث الظبي على المركز الثالث أيضا لهجن الرئاسة بقيادة سعيد بن شطيط الوهيبي. الشاطر يدفع بما شاء الله بدلمة وبالظبي، هناك وهيلة غارة الأصالة القادمة إلى منطلق مقدمة الشوط. هناك وهيلة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الواثق مع انطلاقة هذه الاندفاعات وهذه التحديات. المركز الخامس، هناك وشاح على المركز الخامس لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير ينطلق مع هذه اللحظة، مع هذه البداية، مع هذا المسار على اندفاعتي هذا الشوط. أقل من كيلومترين، أقل من تحدياتنا الهنتين، أقل مما يسير في هذا الشوط. والكأس، الكأس هناك، الكأس هناك، الكأس يحمل المزيد، الكأس ينطلق بالجديد، الكأس يحمل المرموم. 2011، يا سلام يا سلام يا سلام. انتبهوا أيها السادة، انتبهوا أيها المتابعين، انتبهوا يا عشاق الأصالة، بوارج انطلقت هنا لتصل وتقترب مع هذه اللحظة، لتقود المقدمة، تقود الانطلاقة، تقود التحديات الأولى مع هذا المسار. مسار البداية، مسار البداية، مسار الانطلاقة، مسار الدفاع، مسار المسار. أوهيلة، أوهيلة صدرت القيادة، صدرت المركز الأول، أوهيلة مع هذه الانطلاقة، مع هذا التحدي. ولكن 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 غناتي على المركز الثاني مع هذه اللحظات، مع هذا المسار. غناتي، غناتي لهجن العاصفة، العاصفة هنا في الصدارة في المركز الأول بقيادة أوهيلة. وغناتي هنا الظبي، هنا الظبي على المركز الثاني، الظبي لهجن الرئاسة سعيد بن شطيط الوهيبي. الكيلومتر الأخير، النهاية الأخيرة، ظبة في المركز الرابع، سعادة شيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، سالم بن فاران المري. الكل هنا يرشح، الكل هنا يعلن، الكل هنا يتوجه بالصدارة إلى انطلاقات هذه اللحظات وانطلاقات هذه المنافسات على أرضية هذا الميدان مع صدارة هذا الشوط. مع البداية الأولى، مع الانطلاق الأول، أوهيلة، أوهيلة للصدارة، أوهيلة على المقدمة، أوهيلة في المركز الأول. الظبي تجاوزت، الظبي تجاوزت، انطلقت الظبي، انطلقت الظبي، سارت الظبي، تحركت الظبي، انطلقت هناك الظبي إلى صدارة هذا الشوط لهجن الرئاسة سعيد بن شطيط الوهيبي الشاطر بشطارته الماهرة. وهنا أوهيلة، أوهيلة في المتابعة على المركز الثاني في ثاني المراكز، هنا أوهيلة لهجن العاصفة في المركز الثاني مع تحديات المركز الثاني. لا تنتظر يا مضمر، لا تنتظر، الكاس على بعد أمتار، الكاس على بعد أمتار، الانطلاقات على بعد أمتار. أوهيلة، الظبي، الظبي، الظبي على الصدارة على المركز الأول، على الانطلاق الأول، الظبي لهجن الرئاسة في صدارة هذا الشوط، في التحدي الأول، في المسار الأول. تهانينا من هذه اللحظات، من هذه الانطلاقة لهجن الرئاسة ما شاء الله. الظبا، الظبا والظبي، تهانينا والناموس للمقام السامي لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتهانينا سعيد بن شطيط الوهيبي ويل بالمركز الثاني لهجن العاصفة المركز الثالث. ظبا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني المركز الثالث.
أو المركز الرابع وشاح لهجن العاصفة، والمركز الخامس هناك وصلت التزام لاسم الشيخ زايد بن حمدان بزايد آل نهيان. هذه المراكز الأولى ما شاء الله وتبارك الله. أول التحديات، أول المنافسات، أول الانطلاقات، أول الاندفاعات في هذا المسار. هنا مع التوقيت، مع اللحظات الأخيرة، مع الظبي وهي تصل لتقترب هنا من نهاية الستة كيلومترات، حاملة التوقيت، توقيتها ست دقائق أو تسع دقائق ثانيتين ستا من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، التهاني للمقام السامي لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتهانينا لشاطر المضمرين السعيد بن شطيط الوهيبي الذي انطلق بهذه الظبي إلى الصدارة، إلى المركز الأول مع هذه اللحظات. فرحة الفوز والانتصار، هنا تعانق المنافسة في هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات المثيرة. هنا مع هذه اللحظات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، والرجل الذي يقف وراء تحدياتي وإنجازاتي هجن الرئاسة هنا يتلقى التهاني بهذا الفوز الكبير، بهذه الانطلاقة وهذه البداية التي عبرت عن تحديات الإثارة وانطلاقات المنافسات. الظبي هنا سجلت الكأس، الكأس ذهبت الظبي لهجن الرئاسة، وشاطر المضمرين يطير فرحا بهذا الانطلاق. هنا المركز الأول والظبي ما شاء الله وتبارك الله، كأس الإمارات هنا بالإمارات مع هذا الفوز. هنا المركز الثاني وهيله تسع دقائق أربع ثواني جزئين من الثانية لهجن العاصفة، تهانينا والناموس. والمركز الثالث كان من نصيب ضبا ايضا اسعاد الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني. شوط البندق ينطلق وانطلاقاتنا تتواصل، ومباشره الى الزميل سفاح الشمال.